فرق طبية إلى مختلف أرجاء العالم ترسلها الصين للمساعدة بمواجهة الفيروس التاج المستجد الذي غزا العالم منطلقا من أراضيها. فريق طبي يضم أطباء وخبراء وصل أربيل بمهمة أساسية تتمثل في مساعدة الفرق الطبية المحلية بكيفية التعامل مع انتشار الفيروس بما يضمن القضاء عليه. استقبلنا اليوم وفدا من الأطباء والخبراء الصينيين الذين جاءوا إلى إقليم كردستان للمساعدة في القضاء على فيروس كورونا. نشكر جمهورية الصين ونتطلع إلى استثمار خبرتها في التعامل مع هذا الوباء. وسبق للصين تقديم مساعدات طبية للعراق تضمنت المساعدة في إنشاء 5 مختبرات مركزية وتقديم 50,000 جهاز كشف مبكر عن الفيروس بما يساهم في رفع قدرة البلاد في التعامل مع الوباء. جئنا لتقديم المساعدة للعراقيين في كيفية التعامل مع الوباء، وأن الهدف الأساسي هو العثور على الإصابات في أسرع وقت ممكن وعزلها وتقديم العلاج بشكل مبكر. سلسلة إجراءات مشددة يفرضها العراق في عموم البلاد بهدف الحد من انتشار الوباء الذي أصاب حتى الآن نحو 547 شخصا، 128 منها سجلت في محافظات إقليم كردستان. صهيب الفهداوي، الغد، أربيل.